رجل اشترى ذهبا بقيمة 10,000 ريال، وكان المبلغ الذي لدى المشتري 7,000 ريال، فقال للبائع بناء على معرفته: آتيك بباقي المبلغ بعد فترة، فهل يجوز؟ يجوز فيما سلم ثمنه فقط، وأما ما لم يسلم ثمنه فإن البيع باطل، فيصح البيع فيما سلم ثمنه في المجلس، وأما ما لم يسلم ثمنه فهو باطل. نعم.